صرح المهندس شريف شربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأنه سيتم اليوم بدء التقدم للحجز بأكبر طرح للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري، ويتضمن ذلك حوالي 6575 وحدة سكنية، والتي تقرر إتاحة نسبة 5% 330 وحدة للمواطنين ذوي الهمم من إجمالي الوحدات المطروحة في 15 مدينة جديدة. وقال وزير الإسكان إن شروط التقديم للوحدات وأسلوب الحجز والموقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد وكراسات الشروط ستكون متاحة على موقع مسكن محور الوحدات. وأكد المهندس شريف الشربيني أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على التوسع في طرح الوحدات السكنية بمختلف أنواعها من أجل تلبية الطلب المتزايد عليها بالمدن الجديدة ودفع عجلة التنمية بها وتحقيق رغبة المواطنين بمختلف شرائحهم في التملك وتحقيق التنمية المطلوبة.